بالي مع سفيان بن حميدة. اللي في بالي أن الحقوق والمكتسبات ما هيش حاجة نهائية، وينجم شخص ولا مجموعة أشخاص وإلا مجتمع بكامله في لحظة في غفلة تتنزع له حقوقه ويفقد مكتسباته، وما فماش ما أسهل من الردة والتراجع والتدمير والعودة إلى الوراء، وما فماش ما أصعب من أنك تحاول تطور روحك وتطور بلادك باستمرار، وكل يوم تزيد تبني ياجورة جديدة باش تحقق حرية أخرى وإلا مكسب جديد. البارح قاضي تحقيق قاضي في المحكمة الابتدائية بتونس قرر حبس البنية آمنة الشرقي 6 أشهر وتخطيط وعطاها خطية بزوز ملايين لأنها نشرت على الفيسبوك متاعها نص على الكورونا فيه محاكاة للنص القرآني. وأنا مانيش باش نحكي على التهمة اللي تحالت بها آمنة الشرقي لأن فيها قراءة متخلفة للقانون، ومانيش باش نستشهد بنصوص متاع أبو العلاء المعري وأبو حيان توحيدي ومحمود المسعدي، لأنه أغلب الظن أنه القاضي اللي حكم عليها ما قراهمش وطيحهم وهو يحضر في الباك متاعه. ومانيش باش نسأل علاش دوسي آمنة الشرقي زربوا بيه في أقل من شهرين في حين برشا دوسيات أخرى تخمر قاعدة في القجورات لمدة عوام، لأني بصراحة مانيش أنا اللي نعطي في أعداد متاع البريم دو روندمون. ومانيش باش نعاود قنقانة تشبيه النيابة العمومية اللي تحركت ضد آمنة الشرقي ما تحركتش وقت اللي صارت التهديدات بالسحل وبقصان اليدين والساقين بالخلاف، وقت اللي تم التكفير العلني للناس وغيرها من الجرائم الواضحة. اللي نطلبه فقط باعتباري مواطن تونسي يدفع في ضرائبه اللي تتقصله من غادي الغادي على سورس، أنه المرفق القضائي اللي شهريته متأتية من الضرائب متاعنا يخدم خدمته كما يلزم ويحلل شهريته. على خاطر بكل صراحة نعتبر أنه اللي أصدر الحكم الابتدائي على آمنة الشرقي بالحكم اللي أصدره قام بإهدار المال العام، وهو تو نشوفه أنه الحكم الابتدائي هذا ما هوش باش يصمت قدام محكمة الاستئناف ولا التعقيب وباش يتكسر في النهاية، لكن من الغادي للأسف فما وقت ضايع ومصروف زايد وجهد مبذول من غير فايدة كنا نجم نوفرهم على رواحنا وعلى البلاد فيما ينفع العباد والبلاد. اللي في بالي التايمينج، تتسائل زاد على التايمينج قاعد صوفيا، مهم مهم جدا في انتظار كما قلت باقي المسار القضائي اللي باش تاخذوا القضية هذه الغريبة جدا. إذا التسريع في النطق بالحكم في الابتدائي 6 أشهر سجن مع النفاذ العاجل وزوز ملايين خطية، هذا هو الحكم اللي يصدر البارح عن المحكمة الابتدائية في تونس. يقول القائل علاش سرعوا وهل القضاء محايد ولا سؤال يطرح نفسه؟ لا، القضاء التونسي وانا راني مانيش نحكم على المؤسسه القضائيه، لكن نحكم على القضاء اللي فيه عباد. يعطيك الصحه. وفي العباد هذم فما ناس رجعيين برشا يلزم نقولوه، وفما ناس خلينا نقولوا محافظين في بعض الاحيان. وفما رجعيين انا نقول لك انا راي تقييمي انه فما ناس رجعيين. واضح. القضاء برمته القضاء كمؤسسه، القضاء في تونس وفي غير تونس مؤسسة محافظة في تونس وفي غير تونس، راهو تستند على قوانين ساعات عمرها 100 سنة. أيوة. في تونس وفي غير تونس، في أمريكا الدبا مطروح، لكن ماهوش هذا الوعد. لا، في تونس مشكلتنا أنه في وسط المؤسسة هذه القضائية المرفق اللي هو القضاء عندنا ناس رجعيين وعندنا ناس فاسدين، وهذم هما ليعطيو الصورة البرانية للقضاء، لأنه فما بارشا ناس أخرين يخدموا في خدمتهم أما يظهروش، راو في صندوق متاع طماطم
الكعبات الطماطم الباهيه ماهيش هي اللي تعمل ريحه، اللي يعملوا ريحه كالكعبات الطماطم الخامجه. دونك هذه هي المشكل، انه الناس اللي ما همش ملتزمين باخلاقيات المؤسسه القضائيه هما اللي يعطيوا الانطباع العام على المؤسسه القضائيه. السؤال كما قلت وتفضلت، فما ناس تقول رجعيين، فما ناس فاسدين، وفما ناس يحسبوا، فما حسبه اليوم النجم نقولوه بكل وضوح، التسريع في النطق بالحكم. لا مولنا مولنا، شو معناتها يحسب التيمين اليوم؟ اللي يحسب فاسد. راهو الفساد، احنا نمشيو ديما باش انه الفساد تقولش عليه خذا فلوس حتى في مكتوب. ليه كان يحسب لصالح الدولة مش فاسد؟ ليه 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 الفساد؟ الفساد هو انك هو حتى مجرد انه يجيك تليفون من عرفك باش ياثر على قرارك، هو فساد في القضاء، يسمى فساد. متفاهمين؟ اي الابتعاد عن الاستقلاليه والحياديه. فما وجدان القاضي زاده يا سفيان واللي نحكيو عليه في الحاله هذيا، فما ناس كي تحسب مش تحسب لصالحها ولا لمصلحتها، تحسب للصالح العام وللمصلحه الوطنيه ولمصلحه الدوله. يقول لك انا هذيك نظرته الخاصه. اي يقول لك الدباء هذا والقضيه هذا نظرته الخاصه، انا اللي سميته نظره رجعيه. فهمت؟ واضح من حقه، اما راهي نظره رجعيه. به وفما اللي يحسب سياسيا، وهوني نجيوا هذاك يولي فساد، يخزروا القدام للمستقبل السياسي، هذاك يولي فساد. وهوني نحكي على التايمينغ، في ظل وفي خضم اللي قاعد صاير الكل في البلاد، هيت نرجعوا لحديث على الاسلام في خطر، على التوانسه مهدين في دينهم، هذا الكل قاعد يرجع بشويه بشويه، فما اللي يقرا هكا ما نقولش هذه الحقيقه ولا هذا صحيح. هذاك علاش نقول لك انه ما فماش حقوق وما فماش مكتسبات نهائية. ديما الحقوق والمكتسبات يلزمنا نردوا بالنا باش نحافظوا عليها ونحسنوها ونطوروها. ويقول لك القاضي غير القانون يا مشرع، تو نحكم به، مش تعطيني قانون عمره 100 و120 سنة و50 و30 وتقول لي لا يعيشك، نحبك تقدمي ولا نحبك. في قضية الحال هي قراءة لقانون موجود، لأنه بنفس القانون ذاك فما قراءات أكثر تحررية تتماشى أكثر مع روح الدستور التونسي، اللي تخلي أنه ما فماش جريمة أصلا. التولى تنزل نذكر الدستور التونسي ما تنزلش على القانون الوضعي. في الانتظار فما إمكانية لأي قاضي في تونس أنه ما يطبقش قوانين يعتبرها منافية للدستور. في قضية الحال نحكي على محاكاة للنص